نادرة هي المواهب العربية في كرة القدم، وقليل ظهورها في أكثر الدوريات الأوروبية إثارة. فطوال العشرية الأولى من الألفية الجديدة، ومع تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا لدى الغرب، لم يكن هناك سفير حسناً في الملاعب بالقدر الذي يوجد به الآن. يمكن من قبل أحداث 11 سبتمبر 2001 ما كانتش جماهير الكرة في أوروبا مركزة مع فرقهم إنه في لعيبة مسلمين جوه الفرق دي. ما كانش حد مركز مثلا سنة 1998 لما خدت فرنسا كاس العالم انه زين الدين زيدان لعيب مسلم، بقدر ما كان بيقولوا ان احنا عندنا مهاجم قوي اسمه زين الدين زيدان جاب لنا بطولة كاس العالم. المصري محمد صلاح، والجزائري رياض محرز، والمغربي أشرف حكيمي، والعماني علي الحبسي، وغيرهم ممن يلعبون في أكبر الأندية الأوروبية ويساهمون بقدر في تحسين صورة الإسلام التي لوثها أمراء العنف والتطرف. رغم أن الظاهرة ابتدت بعيدة عن كرة القدم، إلا أن هي دلوقتي أصبحت ملاعب كرة القدم، وبالذات في الدوريات الكبرى يعني في إنجلترا وفي إيطاليا وفرنسا وغيرها وأسبانيا وكمان ألمانيا، أصبحت هي المسرح المفتوح اللي بنعكس فيها صور الإسلاموفوبيا. بنلاقي لعيبة كرة القدم سواء بيحملوا جنسية الدول دي أو محترفين بيطردوا بسفارات الاستهجان أو بشعارات عنصرية أو بيتم اتهامهم بشكل واضح ومحدد بأنهم إرهابيين. في قلب أوروبا ووسط انتشار سعار الإسلاموفوبيا، ساهم اللاعبون الفرنسيون المسلمون في إسعاد أكثر من 65 مليون فرنسي، إذ لعبوا دوراً كبيراً في حصول منتخب الديوك على كأس العالم. وقتها قال مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية إن لاعبين المسلمين فضحوا معايير اليمين المتطرف وكشفوا حجم الازدواجية في الخطاب السياسي. ثلاث نجوم كبار بيلعبوا الدوري الإنجليزي برضو ليهم ثقل وليهم إنجازات كبيرة خلت الجماهير ترتبط بيهم، زي ساديو ماني اللاعب السنغالي في صف ليفربول، وزميله المصري محمد صلاح، الاثنين أبطال أوروبا العام الماضي، وزي النجم الجزائري رياض محرز وهو بطل لمرتين لفريقين في الدوري الإنجليزي ليستر سيتي ومانشستر سيتي، والثلاثة ليهم سلوك إيجابي في الاندماج داخل المجتمعات، تسديد الضرائب، التعامل مع القواعد الاجتماعية والقانونية بشكل كبير ومنظم ومتسق، زائد طبعا عندهم إنجازات رياضية. فالجماهير بترى أنه هو نماذج مسلمة بتلعب في الأندية دي ومتسقة تماما مع السياق العام الاجتماعي والنظام القانوني وداخل الدول دي. محمد صلاح على سجيته كلاعب مصري خارج من ملاعب أصلا بتعتمد على السجود بعد تسجيل الأهداف، مع تكرار الحدث ده أكتر من مرة جوه الملعب فوجئنا أنه في الاحتفالات الهامشية اللي بتقام بعد كل مباراة وجدنا أنه الأطفال وصغار السن بيقلدوا فكرة أنه محمد بيسجد بعد الهدف. الظاهرة موجودة، ولاعب الكرة ما هم إلا محاولة لتصحيح صورة مغلوطة بالأساس، فهل ينجح؟ ذلك هو السؤال الصعب.